السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزان، وبفيديو اليوم بدي أتحدث عن مسودة قانون جديد مقترح من قبل وزارة الداخلية الألمانية. وزارة الداخلية الألمانية انتهت من إعداد مسودة قانون جديد لمزيد من الضغط على طالبي اللجوء من أجل الإفصاح عن هويتهم وجنسيتهم الحقيقية وتقديم وثائق ثبوتية بذلك. يعني كل لاجئ ما بيفصح عن جنسيته وهويته الحقيقية أو ما بيحضر جواز سفر فممنوع ينتقل على بيت خاص، والسكن رح يكون إجباري ودائم ضمن مراكز استقبال مخصصة. هذا الكلام ينطبق أيضا على كل شخص بوضع الترحيل في حال قدم بيانات مغلوطة أو وثائق مزورة وما كشف عن جنسيته وهويته الحقيقية. بناء على هذا القانون رح يكون في كمان مراكز استقبال أولى يجب المبيت فيها لمدة 18 شهر إلا إذا حصل الشخص على إقامة فبيطلع قبل انقضاء هاي المدة. وبالنسبة للعائلات والقصر فيجب كذلك المبيت لمدة 6 أشهر وقد يسمح لهم لاحقا بالسكن خارج مراكز الاستقبال الأولى في حال عدم توفر أماكن كافية أو لأسباب أخرى قاهرة. طيب شو الهدف من هذا القانون؟ تحسين السيطرة على إجراءات اللجوء، دفع اللاجئين لتقديم بيانات صحيحة عن الهوية والجنسية، إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات من أجل الضغط على اللاجئين لإحضار وثائق سفر، تسهيل عمليات الترحيل للي لازم يترحلوا بوضع تحت إقامة ثابتة بمراكز استقبال محددة. جدير بالذكر أن مسودة القانون جاهزة ورح يتم البت فيها بشهر نيسان القادم من قبل مجلس الوزراء الألماني. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، كان معكم إلهام بوزان، تبقوا دائما بخير وصحة وسلامة، تحياتي لكم جميعا، إلى اللقاء في فيديو قادم.